أكيد أن النقاشات استمرت لطيلة 4 أسابيع. لو كانت هناك تحتوي توجه واحد أكيد ونأكد أنه من الاجتماع الأول كانت تصاغ هذه المبادرة، إلا أنه الاختلاف هذا اللي خلانا نتناقش ونذوب الفروقات، واستطعنا الحمد لله أن نتوافق على ما خرجت عليه المبادرة. إذن قوتها في كمية الاختلاف الموجود في فرقائها والذين استطاعوا أن يتوافقوا ويخرجوا لنا هذه المبادرة. لا يعني كل المبادرات اللي تصب في نفس الشيء يعني ما راح نتلاقاو، ما فيها حتى شك، الا المبادرات اللي ربما لما تكونش يعني في كل مبادره يعني مرحبا بهم، يعني ماهوش احنا اللي راح يعني نمثلوا الشعب الجزائري كامل، ولكن فيه مبادرات اخرى وان شاء الله راح نتلاقاو باش نكونوا مبادره وطنيه شامله. كما تعلمون الشعب الجزائري كان قد استقال من السياسة بصفة عامة، ما بقاش عنده ثقة في الأحزاب مع احترامنا لكل إخواننا الجمعية تقريبا. نعم إيه. لكن بقات المجتمع المدني بقى، خاصة مثلا لما نشوفوا جمعية العلماء، بعض النقابات المستقلة عندها يعني صوتها عند جل المجتمع الجزائري، إن لم نقل كله، إذا جمعناهم كامل يعني كل الحاضرين الآن تقدر تقول رانا جمعنا كل التيارات وكل الوطن بإذن الله تعالى. إن شاء الله تكون نتائج طيبة عن هذه المبادرة. يا أخي ولا بد من حوار قبل أن ندخلوا ونشرعوا في أي عملية سياسية، خاصة الانتخاب عملية ثقيلة تتطلب يعني تحضير، تتطلب مشاورات، تتطلب وإلا كما قالوها بعض المتدخلين نعودوا نحضروا الرسكلة النظام القديم ويجيوا يعني بالمحكم كما يقولوا الوضع الفتا كومبلي. لا مانيش هكذا، هذه سنين وحنا نستناو، هذه سنين وحنا عندنا طموحات، هذه سنين الجزائر راهي في حد المأزق، لازم نخرجوا. خلونا ما نهضروا مع بعضنا، ما نجتمعوا مع بعضنا، حنا في الهجرة شتونا همشونا، جعلوا منا يعني مواطنين متهمشين. الرسالة الإيجابية التي تؤخذ من هذا اللقاء هو أن المرحلة على طولها الطبقة السياسية لم تستطع أن تجتمع على شيء ذا بال، حينما يجتمع المجتمع المدني معناه صار ضغط على الطبقة السياسية، ضغط على القائمين على السلطة وانفراج في الساحة الاجتماعية والوطنية بالنسبة للشباب العراقي. هي أن فعاليات يعني المجتمع المدني اللي ربما عمرها ما تلاقات، اليوم راهي تلاقات بكل يعني اختلافاتها لاختها، يعني كما يقولوا لادروات لاغوش الاسلاميين اللائكيين كلهم راهم هنايا، وهذا يعني شيء ايجابي اللي ربما من قبل ما قدرناش نتلاقاو باش نتكلموا على مشاكل البلاد. شكرا جزيلا. الأكيد أنه كل المبادرات الموجودة في الساحة تنحو نحو يعني نفس النقاط بذاتها، يعني باختلافات شكلية، إلا أنه الجديد في المبادرة وأهميتها هي اجتماع كل هذه الجمعيات المجتمع المدني، والخطوة التالية التي تسعى إليها المبادرة وهي الذهاب إلى ندوة جامعة أكثر تجمع جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي الحراك من أجل تقديم مبادرة تكون ذات طرح شامل، طرح يقبله الحراك. وأيضا نقطة ثانية لتمثل قوة المبادرة في كمية الاختلاف والتنوع الموجود فيها، فأغلب المبادرات السابقة هي ذات توجه معين، أما حاليا في هذه المبادرة فهي تحتوي مختلف الأطياف الموجودة في الشارع وفي الحراك. التحديات هو فتح باب الحوار، هو هذا هو التحدي الكبير على السلطة اليوم، على السلطة يعني أنا أقصد على المؤسسة العسكرية أن تفتح باب الحوار من خلال مضامين الحراك، لأن احنا درنا محدد وهو مضامين الحراك. أنا لا تفتح لي باب، لا واحد يقول لي بأن السلطة فاتحة باب الحوار، ولكن هناك مطلب للشعب والشعب هو في النهاية السيادة له،
أنه وضع محدد بأنني لا أتحاور مع رمز من رموز العصابة السابقة أو الفاسدة، فما عليهم إلا أن يسرعوا في إيجاد الآلية التي يرضى عنها الشعب، وهي آلية موجودة، يعني الآلية الدستورية موجودة أو إذا أردنا توافقية موجودة. الخطوة القادمة هي طرح الآليات، كيف يمكننا تجسيد الحوار، كيف يمكننا الحفاظ على الحراك، كيف يمكننا تحقيق الانتقال السلس الديمقراطي، كيف يمكننا الخروج من هذه الأزمة. هذه كل النقاط اللي سوف يتم حولها النقاش، والتي أعتقد أن كل واحد متفق على المبدأ، لكن الاختلاف هو بسيط جزئي في الآليات. فمنهم من يرى بأن لابد شخصية وطنية، من يرى لا يقول مجلس رئاسي توافقي. المشكلة مش هنا، المشكلة ما هي صلاحياته، ما هي مهمته، ما هي المدة التي نتوافق عليها باش تكون شخصية أو يكون هناك مجلس يدير هذه المرحلة الانتقالية. هناك من يطرح فترة تأسيسية أو انتقالية قبل الرئاسيات، وهناك من يطرح لا لازم نمشي إلى الرئاسيات. فهذه النقاط التي سوف تناقش وتطرح فيها الآليات.